معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بك يا دكتور منار. أهلا بك يا أستاذة سالي، وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني لاحظنا من امبارح بعض التقلبات الجوية يمكن تأثر بها بشكل كبير غرب البلاد، يعني تقول لنا تفاصيل هذه العاصفة وآخر أو نهاية هذه التقلبات الجوية إمتى إن شاء الله؟ بالفعل يمكن مع بداية الأسبوع ده بدأت عاصفة جوية أو عاصفة استوائية تضرب السواحل الليبية وسميت بالعاصفة دانيال. العاصفة دانيال دي بتاخد قوتها وبتاخد تغذيتها بسبب وجودها على البحر المتوسط في ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير، فده اللي خلى الحالة الجوية حالة جوية عنيفة وعمقت المنخفض الجوي بشكل كبير اللي وصلها ان هي تكون عاصفة مدارية او عاصفة استوائية. لكن بمجرد دخول العاصفة الجوية الى الاراضي الليبية او الاراضي المصرية بدأت تفقد قوتها بشكل كبير وبدأت تنخفض شدتها وبدأت تتحول الى منخفض جوي أثر على جمهورية مصر العربية بالأمس، وخاصة في أقصى غرب البلاد تحديدا في محافظة مطروح، وأدى إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، سقوط أمطار متفاوت الشدة ما بين المتوسط والغزير والرعدي، وأيضا نشاط للرياح المثير للرمال والأسبة. سرعات الرياح تجاوزت ال 50 وال 60 كيلو متر على الساعة في الصحراء الغربية، فده أدى لإثارة الرمال والأسبة. ويمكن احنا بالأمس كمان شاهدنا الأسبة والرمال المثارة وانخفاض رؤية أفقية في سواحلنا الشمالية الغربية في محافظة الإسكندرية أو القاهرة الكبرى والوجه البحري. مع حركة المنخفض الجوي من المنطقة الغربية لشرق جمهورية مصر العربية بدأ اليوم يأثر المنخفض الجوي ده على شمال البلاد، يعني معظم محافظات الجمهورية اليوم شهدت حالة من التقلبات الجوية. بدأناها فترة الصباح بنشاط للرياح المثير للرمال والأتربة، يمكن الأتربة والرمال المثارة أدت لانخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الأماكن المكشوفة في معظم محافظات شمال البلاد، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، الوجه البحري، يمكن بتتجه لمدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر. أيضا مع نشاط الرياح كان في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة. الساعات الماضية كان في أمطار متفاوتة الشدة ما بين المتوسط والخفيف على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أمطار خفيفة على الوجه البحري، يمتدت كمان الأمطار لمناطق من القاهرة الكبرى خلال الساعات الماضية ومتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة إن شاء الله. مع كمان اليوم انخفاض في درجات الحرارة وانتصار لموجة ارتفاع في درجات الحرارة اللي كنا بنشهدها خلال الأيام الماضية. انخفضت درجة الحرارة اليوم عن الأمس بمعدل 6 درجات، لأن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى سجلت 32 درجة مئوية. المنخفض الجوي ده متوقع أن هو يكمل حركته غدا الأربعاء في شرق جمهورية مصر العربية، ففي استمرار لفرص الأمطار بشكل كبير على المناطق الشرقيه، يمكن تقل على المنطقه الغربيه في جمهوريه مصر العربيه، وتبدأ تبقى موجوده بشكل كبير في وسط سيناء او سواحلنا الشماليه الشرقيه، بعض المناطق من محافظات الوجه البحري لسه مكملين في الامطار الخفيفه قد تكون متوسطه في بعض الاماكن، ويمكن تمتد كمان غدا الاربعاء لمناطق من القاهره الكبرى، مع استمرار طبعا درجات حراره حول المعدلات او انخفاض درجات الحراره. ومع يوم الخميس يتلاشى المنخفض الجوي تماما ويكون في استقرار وتحسن في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، وتبقى درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه ان شاء الله. يعني من يوم الخميس هنبدا نلاحظ انه في هدوء في التقلبات الجويه؟ هي ان شاء الله هتتلاشى التقلبات الجويه تماما ويكون في هدوء واستقرار كمان في الاحوال الجويه بشكل كبير. ناكد بس ونطمن على كل الساده المواطنين ان تاثير العاصفه اللي اثرت على ليبيا فقدت قوتها كلها بمجرد دخولها للاراضي المصريه وما بقاش لها اي تاثير نخاف منه او نقلق منه. يعني التاثيرات خلاص ابتدت تتلاشى يعني يوم بيوم، مظبوط؟ التاثيرات بتتلاشى، وكمان تاثيرها على جمهوريه مصر العربيه ضعيف جدا، لا يقارن تماما باللي حصل في ليبيا. الامطار اللي موجوده معانا في معظم محافظات الجمهوريه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وكمان في تنسيق بيننا وبين غرف الازمات في كل محافظه، فحتى لو في سقوط امطار في اي محافظه بيتم سحبها بشكل مباشر. طب هل من المتوقع ان يكون في اي تقلبات بعد انتهاء تاثيرات هذه العاصفه؟ يعني احنا يمكن بننتقل من فصل لفصل اخر، فهل في تقلبات جويه مرتقب انها تحصل في الفتره المقبله؟ في الفترة القصيرة تنبؤات يمكن لمنتصف الأسبوع القادم مفيش أي تقلبات جوية، استقرار في الأحوال الجوية، درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية
حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، يعني حتى كمان مش هيكون في ارتفاعات في درجات الحراره، لكن مع دخولنا في فصل الخريف، فصل التقلبات الجويه الحاده والسريعه، وارد تكرار التقلبات الجويه بشكل كبير، وارد يبقى في عنصر الظواهر الجويه، خاصه ان دول حوض البحر المتوسط معظمها هتتاثر بالتقلبات الجويه، لان البحر المتوسط خلال هذا العام في ارتفاع في درجات الحراره على البحر المتوسط، وده بيقوي المنخفضات الجويه اللي بتبقى موجوده معاه، فوارد تكرار حالات عدم الاستقرار بشكل كبير، لكن ده هيكون على مدار فصل الخريف باختلاف الايام. واحنا طبعا قبل اي حاله جويه هنبدا نعلنها، نعم. يعني نعمل نتابع مع حضراتكم طبعا البيانات اللي بتصدر بشكل دوري. يعني عايزين في النهايه حضرتك تقول لنا ايه الاحتياطات اللي لازم ناخدها في هذا التوقيت وبعد هذا التوقيت، لانه في بعض الناس ابتدت تطلع الشتوي شويه عشان حست بلسعه برد كده من النسيم اللي احنا حاسينه دلوقتي. لا لسه الشتوي مش دلوقتي خالص، احنا لسه يعني الملابس الشتويه هتكون على شهر 12، احنا لسه قدامنا فصل الخريف اللي هيبتدي لسه 23 سبتمبر ان شاء الله. فصل الخريف النص الاول في الخريف بيبقى لسه الملابس فيها نقدر نقول صيفيه او ملابس خريفيه، لان لسه ما بنحسش بالبروده. انخفاض درجات الحراره مش معناه انخفاض ملحوظ في الحراره، دي درجات حراره حول المعدلات، ما ننخدعش بنشاط الرياح اللي ممكن يقلل احساسنا بوجود يعني ارتفاع في درجات الحراره. يمكن اليوم مع تكاثر السحب المنخفضه المتوسطه حسينا بانخفاض درجات الحراره، لكن في الايام المقبله مش هيكون في سحب بشكل كبير، فبالتالي هنحس بالاجواء الطبيعيه اللي هي حاره فتره النهار معتدله فترات الليل. فمهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، قبل ما نخرج من البيت واحنا بنأكد على ده. بالظبط. ثاني حاجه مع التقلبات الجويه اثناء سقوط الامطار مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان احنا دايما نبقى القياده بهدوء تام على اغلب الطرق، لان سقوط الامطار ممكن تؤدي لا قدر الله لانزلاق العجلات او انخفاض رؤيه افقيه. كمان مع سقوط الامطار او نشاط الرياح نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه. ويمكن احنا مع تحذيرات الاتربه والرمال المثاره دايما بنقول لمرضى الاحساس الصدريه والهيوم الانفيه نعرف المسألة الجويه، نشوف الاتربه والرمال المثاره فين مؤثره على انهي محافظه، واحنا خارجين نرتدي الكمامات ان شاء الله دايما في اي حاله جويه. ان شاء الله ربنا يحفظنا يا رب. بشكرك يا دكتوره منور على كل هذه المعلومات، وبناكد على حضراتكم لازم تتابعوا النشره الجويه والبيان اللي بيصدر من الهيئه العامه للارصاد الجويه قبل ما نخرج كل يوم، وامراض اصحاب الامراض الحساسيه والجيوب الانفيه نلتزم البيت لو ما فيش داعي للخروج.